كم سوف تعيش في هذه الدنيا؟ تعيش 50 سنة 60 سنة 70 سنة. صلى الله عليه وسلم أعمار أمة 60 و70، وقليل من أيترك هذا النعيم هذا العمر القصير يا تارك الصلاة يا تارك الصلاة يا من لا نراك إلا في الجمعة، ما الذي يمنعك أن تصلي لله؟ الله ماذا يريد منك؟ يريد منك في اليوم والليلة 5 صلوات، أعطاك القوة والمال والرزق والزوج والأبناء، ما الذي يمنعك أن تصلي لربك؟ يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. Likey.